يحتفل مهرجان الأفلام الأوروبية بنسخته 35 هذا العام، ويعتبر أطول مهرجان للأفلام الأجنبية في الأردن. تتضمن فعالياته عرض مجموعة متنوعة من الأفلام الأوروبية جميعها مترجم للغتين العربية والإنجليزية. يقام ضمن فعاليات المهرجان مسابقة أفلام الموبايل بالشراكة مع SAE الأردن وبالتعاون مع هيئة المعاهد الثقافية الأوروبية. الفكرة الموبايل إنه هو جهاز صغير بس بيكون معنا بكل مكان، بنقدر نروح لأي مكان بدنا نصور فيه، ناخذ فيه أي شوت إحنا ببالنا. المسابقة متاحة للجميع، مش بس لازم تكون أنت فيلم ميكر حتى تشارك فيها، أو أنت شخص هاوي أفلام فقط. في 3 محاور كل مرة بيتغيروا بحسب الكولابوريشن اللي بيصير بينه وبين الاتحاد الاوروبي. بيتم هيك طرح عدد من المواضيع، او we can say that we can like post different types of topics and then we agree on 3 of them. بيتم تقييم العمل فنيا اكاديميا، تقييمه بعده محاور مختلفه، برضه ادائيا، وكيف الانتهاء من كل التجربه اللي هي مرت بالمراحل الثلاثه اللي هي ما قبل الانتاج وانتاج وما بعد الانتاج. هو المسابقة تصوير على التليفون، اللي اخترت الفيلم أسجل دوكيومنتري صورت على أهل الأوتسبل القديمة. هلأ التصوير بالتليفون يعني الناس بيشوفوه سهل، هو سهل بس نصفت مش سهل. كانش عندي قصة ثابتة، بس بدأت أشتغل أحط الانترفيو الساوند الكليبس كل إشي مع بعض، طلع معي هذا الدوكيومنتري. الـ European Film Festival ما عطى فرصة كتير كبيرة، خاصة لصناع الأفلام اللي ما عندهم كاميرات، فبصوروا بالتليفون. وهلأ التليفون وصل لدرجة إنه بتصور أشياء كبيرة عليها، 4K أفلام، في أفلام دعايات بتصوروا عليها. ليش دخلت على المسابقة؟ لأنه لقيت هنا فرصة إنه أورجي شغلي، الناس ينشاف ويشوفوا وين بوديني.